أما نحن قلنا المرتد لا تصح الوصية له، أما الوصية من المسلم للذمي غير الحرب وغير المقاتل غير المعاد المسلمين تصح، الوصية من الذمي للمسلم أيضا عندهم تصح، أما للمرتد فلا تصح. المسائل المتعلقة بالموصى به، الشيء الموصى به، منه أن يكون قابلا للتملك بحقد سواء كان مالا أو منفعة، فكل ما يصح تملكه بعقد بعقد بيع ونحوه أو بعقد إيجار كمنافع الدار والدواب ونحوه فإنه يصح الوصية به، ولا يشترط أن يكون الموصى به موجودا في الحال، إنما من الممكن أن لا يكون موجودا في الحال، لأن هي أصلا الوصية هي مؤجلة إلى بعد الموت، فتصح الوصية بالمعدوم في الحال لكنه سيوجد بعد ذلك، كالوصية بالثمر والثمر لم يطلع وينضج بعد، لكن بعد موت هذا الإنسان من الممكن أن يخرج هذا الثمر وينضج ويأخذه، أو ربما أوصى بالثمر هذا البستان لفلان بعد موته وهو استمر يأكل من هذا الثمر ربما لخمس سنوات أو عشر سنوات ثم بعد ذلك مات، فما تبقى من هذا البستان وما تبقى من ثمره فهو له، أي للموصى له.